بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي 74 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة الحرام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعله أن يكون آخر مجالسنا الأسبوعية المنعقدة قبل موسم حج هذا العام لاستئناف دروس حجاج بيت الله الحرام، ونعاود تتمة الدروس بعد موسم الحج إن مد الله في العمر وفسح في الأجل وأذن لنا ولكم بمزيد من فضله وإكرامه وإنعامه. نجلس في ليلة مباركة في بيت الله الحرام راجين من رحمة ربنا وفضله وإنعامه، بل نرجو من صلاة ربنا علينا عشرات أضعاف صلاتنا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى عليك الله يا فجر الهدى، تعداد حمد في الفؤاد ترددا، صلى عليك الله ما دمع جرى شوقا إلى لقياك يا خير الورى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث أيها الكرام في سياق ما استطرد فيه الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة القنوت في صلاة الفجر، وما ذهب إليه بعض الأئمة كمالك والشافعي رحمهما الله تعالى من استحباب ذلك والقول بسنيته، يعني في قنوت صلاة الفجر على الدوام. وهذا الذي ذهب إليه مع غيرهما من أهل العلم هو الذي يناقشه المصنف رحمه الله في ذكر ما ثبت بالأدلة من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا في مجلس ليلة الجمعة الماضية صلة لحديثنا اللاحق بالسابق أنهم مما استشهدوا به حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ومر بكم يا كرام أن الجملة الصحيحة في صحيح البخاري قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، وأما زيادة فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فهي التي وقع فيها الخلاف، واستند إليها من قال بسنية ذلك من الفقهاء. وفي صنعة حديثية صرفة تكلم المصنف رحمه الله عن هذه الزيادة وعدم صحتها، وعن موقف الأئمة المحدثين من أبي جعفر الرازي المتفرد بهذه الزيادة، وقد ضعفه من الأئمة أحمد وابن المديني وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. ثم انتقل إلى مناقشة علمية للقضية. أنس رضي الله عنه لم يقل ما زال يقنت بعد الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحابة يؤمنون خلفه، فمن أين حملتم قوله حتى لو صح الحديث ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا؟ فكانت مناقشة علمية لهذه الجملة، هل هذا يدل على استحباب القنوت الدائم المستمر طيلة العام في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية؟ ففي سياق مناقشة المسألة وقف الحديث، وأن أنس رضي الله عنه في هذه الجملة وفي نقد هذه الرواية متنا كما نقدها سندا كان الحديث ها هنا، وقال: الوجاوب عن ذلك من وجوه، لأن أنس رضي الله عنه
وإن لم يخص ذلك بالقنوت الفجر، لكنه ذكر ذلك في صلاة الفجر كان من القرائن. وانتقل رحمه الله في إجابات أربعة أو خمسة مضى منها في المجلس الماضي جوابان، أحدهما أن أنس رضي الله عنه الذي قال: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، هو الذي أخبر كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي المغرب كما ذكر ذلك البخاري، ولم يخصص القنوت بالفجر. فإذا أردنا إثبات استحباب القنوت مستمراً في الفجر فليكن مثله في المغرب، وإذا قلنا إن القنوت في المغرب منسوخ يريد مثله في الفجر لاقتران هاتين الصلاتين، فما يقال في إحداهما يقال في الأخرى. وأما الجواب الثاني فرواية أخرى ساقها المصنف رحمه الله تعالى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. ثم ناقش رحمه الله تضعيف راوي هذا الحديث قيس بن الربيع وتضعيف الأئمة كيحيى بن معين وتوثيق غيره، إلا أنه أوثق من أبي جعفر الرازي الذي استند إلى روايته آنفا. ثمة وجوه أخرى في الإجابة عن هذا السؤال: لما حمل رواية أنس لما حملت رواية أنس على القنوت المستمر في صلاة الفجر، وفي فقه الرواية ما يمكن أن تناقش به المسألة. فتتمة الوجوه في مجلس الليلة إن شاء الله هي صلة لما وقف الحديث عنده في ليلة الجمعة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. طيب، هذه جملة مهمة. إذا قلنا إن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر سنة ثابتة مستمرة، السؤال: هل هذا منذ أن عرفه الصحابة يصلي الفجر كان يقنت فيها؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أنس نفسه رضي الله عنه راوي الحديث في إحدى روايات الحديث وستسمعه الآن يبين أن بدء القنوت كان بسبب واقعة بئر معونة، ومضى الحديث عنها إشارة ليلة الجمعة الماضية. هذه واحدة من أشد أحداث السيرة النبوية وقعا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حادثة واحدة فقد ثلة من أصحابه القراء، الصحابة أهل القرآن، بعثهم وفدا يعلمون بعض القبائل في نجد الإسلام والقرآن، فغدروا بهم فقتلوهم عن آخرهم، وكانوا 40، وفي رواية في الصحيح وهي أصح كانوا 70، اصطفاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقاهم، ففقد الثقل في أصحابه بتلك الغدرة فقتلوا جميعا. فمن أجل ما وقع في قلبه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على تلك القبائل ويقنت عليهم شهرا، يدعو عليهم بما غدروا. هم جاءوا إليه وقالوا: ابعث لنا وفدا من أصحابك يعلموننا الإسلام والقرآن، فلما بعث بهم غدروا بهم فقتلوهم جميعا وما نجا منهم إلا واحد. فالمقصود أن تلك الواقعة كانت بداية القنوت. السؤال: إن كان القنوت سنة مستمرة دائمة فلما ابتدأ في تلك المرحلة وفي تلك الحادثة؟ فإذا قلت من أجل ما حصل في بئر معونة، عدنا إلى أصل القضية، إذن هو قنوت نوازل وليس قنوتا ثابتا مستمرا دائما. وأنس رضي الله عنه هو الذي بين ذلك، وستسمع في الرواية ما يدل عليه. نعم. قال: ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب قال ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر، رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة،
فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. ما صلاة الغداة؟ الفجر. فإذا يقول أنس رضي الله عنه: فدعا شهرا في صلاة الغداة، ثم قال، وهذا اللفظ في البخاري خاصة دون مسلم: فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. إذا هذه وقفة مهمة تساعد على نقد المتن وفهم المروي عن أنس رضي الله عنه. أي قنوت كان يقنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر؟ هو قنوت النوازل. ومر بكم أن القول بسنية قنوت النوازل لا إشكال فيه، إنما النقاش في دعوى سنية القنوت المستمر في صلاة الفجر. نعم. قال: فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما. وقول أنس: فذلك بدء القنوت، مع قوله: قنت شهرا ثم تركه، دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر. قول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وهذه الجملة في البخاري خاصة: فذلك بدء القنوت، هذا القول قول أنس رضي الله عنه وهو صحيح. إذا أضفته إلى قول أنس نفسه، أنا أريد أن أفهم كلام الراوي الذي تعددت عنه الروايات ففهمت على أنحاء مختلفة، اجمع روايات الراوي نفسه حتى تفهم مقصوده ومراده رضي الله عنه بما يحكيه عن أمر يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنس القائل هنا رضي الله عنه: فذلك بدء القنوت، هو الذي قال هناك: قنت شهرا ثم تركه. أي قنوت؟ هو قنوت النازلة هذه. إذن فأنس وقت البدء ووقت الانتهاء. متى كان البدء؟ قال: فذلك بدء القنوت بعد قتل أصحاب بئر معونة، القراء 70 صحابيا رضي الله عنهم. ومتى انتهى؟ قال: قنت شهرا ثم تركه. فإذا كنت ستأخذ بقول أنس رضي الله عنه، يلزمك أن تقول: إنما كان القنوت في صلاة الفجر الذي قنت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر واحد لا غير، وابتدأ بعد قصة بئر معونة، ثم وقف بعد شهر. وستأتيك الرواية أيضا في إشارة إلى سبب إيقاف هذا الدعاء والقنوت في صلاة الفجر. ومعنى ذلك أيضا أنه ما كان قنوتا مبتدأ، إنما كان قنوت نازلة بسبب نازلة من النوازل، وهذا كما تقدم ليلة الجمعة الماضية. قال الفقهاء رحمة الله عليهم: إنه يشرع في أي وقت تمر بالأمة مصيبة، أو تحل بها كارثة، أو تنزل بها نازلة، حرب أو زلزال أو فيضان أو طامة أو بلاء عام، فإنه يشرع للأمة القنوت والدعاء، وهذا لا يختص بصلاة الفجر. ففي الصحيحين من حديث أنس وحديث البراء: الفجر والمغرب. وفي غير الصحيحين من حديث جابر كما في سنن أبي داود: في الصلوات الخمس، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعده. هذا كله صحيح ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف الذي كان بين الفقهاء رحمة الله عليهم هو القنوت المستمر في صلاة الفجر، مع ما مضت الإشارة إليه ليلة الجمعة الماضية من ذكر أن الإنصاف في المسألة يقتضي إثبات هذا وذاك، وأن الهدي المستمر ترك القنوت في صلاة الفجر، ولا ينكر على من قنت، ولا يوصف بالخطأ ولا بالبدعة ولا بالإحداث في الدين، كما لا ينكر على من ترك القنوت في النوازل ولا ينسب إلى الخطأ ولا البدعة ولا الإحداث. فالوسط الذي يقول به أهل العلم أخذا بالأحاديث الثابتة وجمعا بين المرويات هو الإنصاف والاعتدال الذي يقتضيه العلم، ويقتضيه أيضا مذهب أهل السنة في هذا الباب جمعا بين الأدلة وأخذا بها جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما. وقول أنس: فذلك بدء القنوت في هذا الحديث. نعم.
مع قوله قنت شهرا ثم تركه رواية الأخرى. نعم. دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر. إذن الجمع بين هذين اللفظين في روايتين مختلفتين أفادنا فائدتين: الأولى أنه قنوت نوازل لا قنوت مستمر، والثانية أنه مؤقت بشهر. نعم. قال وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما في الصحيحين. ما العتمة؟ العشاء. أيضا ثبت في بعض الألفاظ كما عند البخاري والرواية عنده مختصرة وليس في صحيح مسلم تحديد الصلاة أنه قنت في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا. هذا النوع الثاني من قنوت النوازل الدعاء على أقوام أو الدعاء لأقوام. الدعاء على كفار يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله ويمعنون في العدوان والأذى والبطش والبغي والافتراء وانتهاك المحارم كما تفعل بني صهيون أنزل الله عليهم من رجسه وعذابه ما يستحقون. أو يكون الدعاء لأقوام مستضعفين من أهل الإسلام تحت وطأة الظلم والبطش والعدوان فتغلق دونهم الأبواب وتنقطع بهم الأسباب ولا يبقى لهم إلا حبل السماء وهو نعم الحبل في صلته بالله عز وجل، فيجأر المسلم إلى ربه وتلجأ الأمة في تلك النوازل إلى استنصار النصر من الله، استنزال النصر من الله، وإلى طلب الفرج والمعونة وإزالة الهم وتفريج الكربة من رب العالمين سبحانه، فإنه يملك ما لا تملكه البشر جمعاء. فهذا نوع آخر هو أيضا قنوت نوازل، الدعاء لمن هو مستضعف من بني الإسلام من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإنه إذا حلت بهم النوازل يشرع أيضا الدعاء. من يدعو؟ يدعو لأنفسهم ويدعو إخوانهم لهم أيضا من أهل الإسلام، وهذا أقل ما تفعله أمة الإسلام في نصرة بعضها بعضا، فإن كان حيل بينها وبين نصرة إخوانها بالمال والطعام والسلاح ورفع الظلم باليد فإنه لا أقل من أن تنصر الأمة جزءها المهضوم حقه أو المظلوم أو المستضعف أن تنصره بالدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ومن ظن أن الدعاء حيلة الضعيف والعاجز فقد أساء الظن بربه. لا والله، بالدعاء يأذن الله عز وجل لمن شاء من جنده بأن يتنزل فتكون معية الله وحفظه ونصره. هكذا دعا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين شهرا في صلاة العشاء يدعو لفئات أو لأشخاص في قريش كانوا مستضعفين بمكة، أسلموا فمنعوا من الهجرة وحصروا واشتد بهم البلاء، وبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين قريش صلح، وبينه وبينهم قبل الصلح حرب، فما يستطيع أن يذهب فيخرجهم بيديه صلى الله عليه وسلم مما هم فيه من البلاء، ومع ذلك ما وقف مكتوفا عليه الصلاة والسلام، له رب يدعوه وله إله يستنصره، فكان يدعو والصحابة يؤمنون خلفه اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، يسميهم بأسمائهم واحدا واحدا، ثم يعم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، ثم يعطف بالدعاء على من كان سببا في بلائهم، اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني في القحط والجدب وما يصيبهم من البلاء حتى يحل بهم من عقاب الله وسخطه ما يرفعون به البلاء عن أهل الإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم صلى الله عليه وسلم، يعني وقف، فذكرت ذلك له شهر وتعود الصحابة على هذا الدعاء وهم يؤمنون، فقال أوما تراهم قد قدموا،
يعني إنما كان يدعو استنصارا لهم، فقدموا بحمد الله وأنجاهم الله وسلموا وجاءوا إليه في المدينة. قال أو ما تراهم قد قدموا. قنوت النوازل ينتهي بانتهائها، إذا ارتفعت النازلة أو خف البلاء أو رفع الله عز وجل الضيم وفرج الكربة، أو كان من كان مستضعفا قد زال عنه البلاء، أو من كان عدوا قد كسرت شوكته ونحو ذلك، فيؤقت قنوت النوازل بوقتها. فهذا من الشواهد الذي قال به الفقهاء، فقال ذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا. إذن قنوت العشاء في هذا الحديث قنوت نازلة دعاء لبعض المسلمين المستضعفين، وقنوت الفجر في قصة بئر معونة قنوت نازلة دعاء على بعض من غدر وبطش واعتدى وآذى الله ورسوله وحارب عباده المؤمنين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس بشهر. وقد روى أبو هريرة أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلامهما صحيح. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن قنوت النوازل لا ينبغي أن يزيد على شهر وإن امتدت النازلة، أخذا بقنوته صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرا ثم وقف في قصة بئر معونة كما في حديث أنس رضي الله عنه، وقنوته في صلاة العشاء شهرا دعاء للمستضعفين بمكة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة العشاء شهرا ثم وقف صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكلاهما صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. نعم تقدم هذا كما في حديث أحمد وأبي داود، قال ابن عباس رضي الله عنهما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. أرأيتم تحديد الشهر؟ جاء في رواية أنس، في رواية أبي هريرة، في رواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يوقتون بالشهر. قال شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، قال في دبر كل صلاة يعني في آخرها، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه كما في رواية أبي داود، وقد زاد فيه بقية الصلوات غير الفجر والمغرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس أنه قال حدثنا مطرف بن طريف قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. طيب هذا دليل آخر لمن يقول بسنية القنوت في صلاة الفجر مستمرا على مدى أيام العام. حديث الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس قال عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. أي صلاة؟ عم الصلوات الخمس. وأن هذا يحمل على القنوت لا في الفجر خاصة ولا في الفجر والمغرب فقط، بل في عموم الصلوات، بل وفي عموم الأوقات بلا استثناء، كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. فهذا دليل آخر عرضه المصنف رحمه الله أيضا لمناقشته ونقد ما يتعلق بسنده ومتنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الطبراني لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة إلا محمد بن أنس، هذه طريقة عند المحدثين إذا عرفوا حال الراوي ثم جاءوا في رواية وإسناد تفرد به راوي معروف عندهم إما بالإغراب أو بمرويات ضعيفة أو بعدم الضبط، يكفي أن يقولوا لم يروه إلا فلان، يعني لم يروه إلا فلان، وفلان هذا إن لم يكن ضابطا ثقة فحديثه لن يكون عمدة، خصوصا إذا تفرد به لم يروه إلا فلان. السؤال فأين بقية الرواه والآئمة والحفاظ عن هذا الحديث؟ أغاب عنهم وتفرد هو به؟
فهذا مأخذ عندهم. محمد بن أنس هذا قرشي يذكر في روايته أنه يورد الأحاديث الغرائب التي لا يرويها غيره، ومن ثم لم يكن في رتبة الحفاظ الثقات الذين تؤخذ عنهم الرواية. وهذا إشارة في قول الإمام الطبراني رحمه الله: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحديث صحيح من جهة المعنى. وهذا الإسناد، قال: وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى. افهم هذه العبارة: الحديث هذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى. يعني الحديث إسناده ضعيف لا يصح إسنادا، والحديث إن لم يصح سنده فلا حجة فيه، ولا يأخذ به الفقهاء، ولا يبنون عليه استنباط الأحكام. لكن إن كان معناه صحيحا وإنما يستفاد صحة معناه من أدلة أخرى سواه. قال: وإن كان صحيح المعنى. كيف صحيح المعنى؟ إذن ما معنى أنه كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها؟ قال: إيه، إلا قنت فيها، يعني إلا دعا، ليس قنوت الدعاء اللهم اهدنا في من هديت، إنما الدعاء بعد الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الدعاء يسمى أيضا قنوتا، فإنه نوع من الحمد والثناء كما سيأتيك بعد قليل. يعني أنا على فرض صحة الرواية كيف أفهمها؟ لم يكن يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. نعم، فالحديث صحيح. قال: فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم. أين يدعو؟ في كم موضع في الصلاة ذكر سنية الدعاء؟ في 7 مواضع في الصلاة يشرع فيها الدعاء: دعاء الاستفتاح، دعاء الركوع، الرفع من الركوع، السجود بين السجدتين، التشهد، كل هذه مواضع دعاء. فإذا يصح أن يقال: ما صلى صلاة مكتوبة إلا قنت، يعني إلا دعا فيها، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم، وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر إن صح، أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. إن صح، لأنه تقدم أن أبا جعفر الرازي ضعفه الأئمة كأحمد وابن معين وابو زرعة وابن حبان وغيرهم رحمهم الله، فحديثه لا يصح سندا، لكن يقول إن صح فأنا سأحمل قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، بمعنى لم يزل يدعو في صلاته، وصلاته عليه الصلاة والسلام لا تخلو من الدعاء. قال: ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه في الفجر استمر إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. الوجه الرابع من ماذا؟ من الأوجه التي أجاب بها العلماء والفقهاء على من قال إن القنوت في الفجر سنة مستمرة دائمة، استدلالا بحديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. فهذا الجواب الرابع. أن تقول الحديث حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس رضي الله عنه في القنوت في الفجر له عدة روايات، وألفاظه مختلفة، وطرقه متعددة. تدري ما المنهجية العلمية عند أهل العلم عند المحدثين؟ جمع روايات هذا الحديث وطرقه وألفاظه وجمع روايات حديث أنس تساعدك على فهم ما جاء فيها الصحيح منها والضعيف، فإذا جمعتها تبين لك المراد من قول أنس رضي الله عنه وزال الإشكال. قال: الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس رضي الله عنه تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. نعم. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول أنه قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت،
قنت بعده قال كذب، إنما حديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. طيب هذا الحديث من أكثر الأحاديث جدلا عند الفقهاء، حديث صحيح خرجه الشيخان، وعاصم الأحول راوي الحديث عن أنس من أضبط الرواة وأشدهم إتقانا، ولذلك استغربت روايته. ووجه الاستغراب أنه ذكر موضع القنوت قبل الركوع وليس بعده. قال عاصم: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال نعم، وفي لفظ عند البخاري قد كان القنوت، يعني أكد أنس رضي الله عنه مسألة الدعاء في القنوت. لكن سؤال عاصم هو عن موضع ذلك القنوت، فقلت كان قبل الركوع أو بعده، قال أنس قبله، فجزم بذلك. قال الراوي عاصم: فقلت، يخبر أنس، فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده، يعني بعد الركوع. قال أنس: كذب، يعني من أخبرك فقد كذب، وكذب عند أهل الحجاز بمعنى أخطأ، ليس نسبة له إلى الكذب اللي هو ضد الصدق ومن الكبائر الذنوب، بل المراد أنه أخطأ. فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. اسمع الآن إلى صنيع الأئمة المحدثين في التعامل مع رواية عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه هذه. نعم. قال: وقد ظن طائفة أن هذا حديث معلول تفرد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا عاصم ثقة جدا، غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهم والجواد ربما يعثر. يعني هي كبوة جواد، وإن كان إماما ثقة، لكن هذه من المواضع التي أخطأ فيها ولا يوافق عليها، وهذه من النوادر التي قد يزل فيها الأئمة ويخطئون فيها، يقع عندهم الوهم، وإن كان حافظا قد يهم، وإن كان جوادا لا يشق له غبار في سرعته في الميدان، لكن قد يعثر الجواد. هذا ألطف ما يقوله بعض الأئمة في شأن رواية عاصم، لأن سائر الرواة عن أنس يحكون أن القنوت بعد الركوع، وهو يحكي أنه قبل، فقالوا هذا خطأ ولعله وهم رحمه الله. فنساق الإمام رحمه الله ابن القيم ما يتعلق بهذا النقد. نعم. وحكوا عن الإمام أحمد، قال وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول. يعني هل روى أحد حديث أنس؟ الآن الأثرم من تلامذة الإمام أحمد يسأله، الإمام أحمد حافظ السنة وإمام الدنيا، وهو أشبه ما تقول اليوم بالبحث الإلكتروني في الموسوعات الحديثية، أنك تبحث عن الرواية عنده ليعطيك الجواب الذي فيه حصر واستقراء ومعرفة لكل طرق الروايات. قال: هل يروي أحد عن أنس غير عاصم هذا القنوت أنه قبل الركوع؟ فقال الإمام أحمد، قال رحمه الله: فقال الإمام أحمد: ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد أنه قال: سألت أنس، وحنظلة السدوسي عن أنس. أربعة وجوه. هذا الإمام أحمد قلت لك حافظ، وسئل فأجاب رحمه الله وأعطى نتيجة الحصر والبحث باستقراء، قال عاصم خالف الرواة كلهم عن أنس، ثم حصر كل المرويات عن أنس. قال: هشام عن قتادة عن أنس، الراوي هنا قتادة، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس، الراوي أبو مجلز، أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، الراوي محمد، حنظلة السدوسي عن أنس، حنظلة، فحنظلة وابن سيرين وأبو مجلز وقتادة كلهم أربعة يرون خلاف ما روى عاصم، ولذلك قال رحمه الله تعالى: أربعة وجوه، يعني أربعة طرق كلها تلتقي في الرواية عن أنس أن القنوت بعد الركوع، وتفرد عاصم الأحول فقال إن القنوت قبله. نعم. قال: وأما عاصم فقال:
قلت له فقال كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم؟ قال أبو معاوية وغيره. كل هذا حوار مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قيل لأبي عبد الله، قيل لأبي عبد الله وهو الإمام أحمد نفسه رحمه الله، وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ يعني أليس باقي الأحاديث فيها إثبات القنوت بعد الركوع وليس قبله؟ قال فقال بلى كلها خفاف. كلها، نعم، خفاف بن إيماء بن رحضة وأبو هريرة. قال كلها خفاف بن إيماء. فقال بلى كلها، يعني كل الأحاديث فيها القنوت بعد الركوع. ثم ساق الأئمة والرواة الذين يروون هذا. قال قلت لأبي عبد قال قلت لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال بلى كلها خفاف بن إيماء بن رحضة وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع؟ لأن هذا سؤال الأثرم، استثبت من الإمام أحمد عن صحة رواية عاصم وأن عاصما خالف الرواة كلهم عن أنس، كلهم يقولون القنوت بعد الركوع وعاصم يقول قبل الركوع، فاستثبت الأثر من الإمام أحمد سائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع، يعني غير حديث أنس؟ قال بلى، وأتى بحديث أبي هريرة خفاف بن إيماء بن رحضة وأبو هريرة كلهم يروون أن القنوت بعد الركوع. فسأل التلميذ شيخه فلما يا أبا عبد الله تجيز القنوت قبل الركوع إن كان شيء تفرد به عاصم الأحول وسائر الرواة عن أنس والصحابة غير أنس رضي الله عنهم جميعا كلهم يروون القنوت بعد الركوع، فإلى أي شيء ذهبت؟ الإمام أحمد رحمه الله فقيه، إمام صاحب سنة، حتى ما عرف في زمنه وإلى اليوم إلا بإمام أهل السنة. كان رحمه الله شديد التوقف عند الأثر، لا يتجاوز الرواية، وإذا وجد رواية قال بها، وإذا ما وجد تورع وسكت، لا يكاد رحمه الله بل لا يعرف عنه قول ولا رواية ولا فتية أنه قال فيها بشيء لا يجد فيها دليلا يستند إليه أو رواية يعول عليها. فلهذا كان أصحابه وأصحاب أصحابه والأمة من بعده يحفلون جدا بما يروى لهم عن الإمام أحمد في المسائل، لأنه صاحب أثر وسنة رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة السلف. فقال رحمه الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ سؤال منطقي، والتلميذ يتعلم من شيخه. سأله عن الأحاديث فقال كلها بعد الركوع، سأله عن رواية عاصم قال خالف الرواة. طيب يا إمام، فإلى أي شيء ذهبت وأجزت ورخصت في القنوت قبل الركوع؟ نعم. قال قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. هذا من أعجب منهجيات الأئمة رحمة الله عليهم، والإمام أحمد هذا منهج مستمر ثابت. ماذا يفعل؟ يجمع بين الروايات ما استطاع ولا يجعلها تتعارض، يحمل كل رواية على الحال التي وردت بها الرواية، نظر فإذا كل روايات القنوت في الوتر فيها ما دل على قبل الركوع وما دل على بعد الركوع، فأجاز الأمرين عن الصحابة وغالبه عن الصحابة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا قنوت الوتر لا يصح فيه حديث مباشر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دعا، إنما علم أصحابه. فكل ما روي عن أصحابه في قنوت الوتر كالذي نصليهم على أئمة في التراويح يجوز أن يكون قبل الركوع ويجوز أن يكون بعد الركوع، وكلاهما سنة. وإن كان القنوت قبل الركوع أصبح مهجورا عند الناس حتى جهل بعضهم أنها سنة أو نسي بعضهم أنها سنة، وطريقتها إذا قرأ سورة الإخلاص مثلا أو غيرها في آخر ركعة في الوتر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، يكبر وهو واقف ويدعو يرفع يديه ويقنت، فإذا فرغ الله أكبر كبر وركع، هذا سنة. وإن جعله بعد الركوع كما هو عمل سائر مساجد المسلمين اليوم فهو سنة أيضا. فنظر رحمه الله فإذا بالأحاديث والآثار
التي روي فيها القنوت قبل الركوع وبعد الركوع وجدها في الوتر. قال: أما الفجر، أما صلاة الفجر قنوت نازلة، فالذي صح عنده أن القنوت فيها بعد الركوع، ولم يجعل رواية عاصم الأحول المخالفة لسائر الروايات لم يجعلها سنة. قال رحمه الله: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس. إذن حتى في الوتر الأولى أن يكون بعد الركوع، فإن فعله قبل الركوع فلا بأس. ليش لا بأس؟ قال: لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، يعني ثبت عنهم قبل الركوع وبعد الركوع. قال: فأما الفجر فبعد الركوع. هذا جمع بين الأحاديث والروايات في المسألة الواحدة، فحمل ذلك رحمه الله على جوازه كما سمعت، جواز الأمرين في قنوت الوتر وكونه بعد الركوع خاصة في قنوت الفجر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواته أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر، وقال وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد وعمر بن عبيد وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي. يقال، علق رحمه الله: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. أي حديث؟ حديث عاصم الأحول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. ما وجه تعليل حديث عاصم؟ كما قلنا، مخالفته لسائر الرواة عن أنس رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك فثمة محمل لتصحيح حديث عاصم عن أنس، سيأتي ذكره بعد قليل. ولكن يقول عاصم الإمام الثقة: ضعفتم حديثه لأجل أنه خالف في روايته سائر الرواة عن أنس، ثم تصححون حديث من لا يبلغ درجة عاصم ولا نصفها ولا ربعها ولا عشرها. من يقصد؟ يقصد أبا جعفر الرازي الراوي عن أنس حديث أنه ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. يقول: رجحتم رواية ذلك الضعيف وضعفتم رواية هذا الصحيح. ثم سمى من سمعت من الرواة: أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي، كل هؤلاء رواة ضعفاء، ضعفهم الأئمة وبعضهم أضعف من بعض كجابر الجعفي حتى اتهم. هؤلاء ضعفاء، ما وجه إرادة أسمائهم؟ هؤلاء يا كرام ممن روى عنهم الأئمة، بعض أئمة الشافعية كالخطيب البغدادي، في مسألة جمع الروايات التي تدل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر، حشدوا جملة من الروايات وإن كانت ضعيفة السند وفيها هؤلاء الرواة. قال: الآن نثبت مشروعية سنة ليس فيها إلا رواة ضعفاء أمثال فلان وفلان وفلان، ونترك رواية الإمام الثقة عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال: وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. جميل. هذا يعني يحكي مزلقا من مزالق أهل العلم، وليس مزلقا بمعنى خطيئة، لكنه خلل منهجي عند أهل العلم وعند من يشتغل بالعلم. قل من تحمل مذهبا، يعني من انتسب إلى مذهب وتعصب له وأصر على الانتصار له في كل مسألة، قل من يسلك هذا المسلك إلا اضطر إلى هذا المنهج. أي منهج؟ التكلف في رد ما يخالف المذهب والاستناد إلى ما لا تثبت به الرواية كما هو الصنيع. وهذا وإن حصل فإنه ليس قدحا في مقام العلماء، حاشا، لكنها الطبيعة البشرية يا كرام التي تغلب على صاحبها، بحيث إذا استغرق بحثا في المسألة وهو يظنها صوابا فيظل يبحث ويفتش ويقلب، فيأخذ القشة والعودة فيصنع بها شيئا عظيما يظنه متماسكا وهو لا يعد أن يكون هشا، لكنها في الأخير في المنهجية العلمية وفي ضوء المناهج التي تقبل النقد والتمحيص تحتاج إلى مناقشة كما أشار رحمه الله. نعم. قال: فنقول وبالله التوفيق. اسمع الآن بعد كل ما تقدم من النقاش والنقد سندا ومتنا وما سمعت، يدخل رحمه الله في تحرير فقه الروايات وتنقيح الجواب. كيف نصنع بروايات أنس؟ أتى بها كلها،
ما استدل به الشافعية والمالكية وما استدل به مخالفوهم في مسألة القنوت في صلاة الفجر، وأخرج منها منهجا أو جوابا محررا يجمع بين الروايات ويكون هو الأقرب إلى وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فنقول وبالله التوفيق أحاديث أنس، أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة. أي قراءة؟ قراءة القرآن قبل الركوع يسمى أيضا قنوتا. وقوموا لله قانتين، أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما. نعم. قال فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء. يعني هو القنوت الذي بعد الركوع هو الدعاء. إذن القنوت قنوتان، إن كان قبل الركوع في صلاة الفريضة فما المقصود به؟ قراءة القرآن، وإن كان بعد الركوع فهو الدعاء. نعم. قال ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. ثم استمر يطيل هذا الركن الذي هو بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هل هذا يسمى قنوتا؟ نعم، هو دعاء ويسمى قنوتا، وليس المقصود بالقنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا قنوت أيضا، لكن دعاء الرفع من الركوع حمد وثناء وتعظيم لله هو أيضا قنوت. السؤال، هل كان يقنت عليه الصلاة والسلام في الفجر إلى أن فارق الدنيا؟ الجواب بهذا المعنى نعم، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع دعا، قال ربنا ولك الحمد. السؤال، هل كان يطيله؟ الجواب نعم. كيف يطيله؟ يطيله بإطالته القراءة في الفجر. أها، عندنا سنة أخرى، كان عليه الصلاة والسلام يكاد يساوي بين أركان الصلاة في طولها، فإذا أطال القيام أطال الركوع والرفع والسجود والجلوس، وإذا قصر القيام قصر الركوع والرفع والسجود والجلوس، كما تقدم وسيأتي الآن في كلام المصنف في حديث البراء، قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده قريبا من السواء. إذن هذا منهج نبوي، فإذا فهمت هذا زال عنك الإشكال. إذن أين الإشكال؟ الإشكال أنك كلما وجدت قنت ويقنت وقنوت في الأحاديث فهمتها اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا أحد معاني القنوت، وإلا فالقراءة قنوت، والدعاء بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أيضا يسمى قنوتا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر ولا أدخر جهدا في أن أعلمكم السنة، فأصلي بكم صلاة كما كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثابت وكان أنس، قال وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ليش يقول القائل قد نسي؟ من طول رفعه بعد الاعتدال من الركوع. نعم. قال وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. في الجلسة بين السجدتين، وتقدمت الإشارة في موضعه هناك إلى أن الصحيح أن هذين الركنين، الرفع من الركوع والاعتدال والجلسة بين السجدتين، هي من الأركان المعتدلة، ليست القصيرة ولا الخفيفة كما يظنها كثير من المصلين ويقصرونها جدا، والسنة أن تكون مساوية للركوع وللسجود. نعم. قال رحمه الله فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا، ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مدة هذا الوقوف الطويل،
بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه، وهذا غير القنوت الموقت بشهر، فإن ذاك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل. لو قال قائل: فإذا كان القنوت هذا هو الدعاء بعد الرفع من الركوع، فما وجه تخصيص أنس بأنه صلاة الفجر؟ قال: بحسب سؤال السائل، قال: أقنت قبل في الفجر؟ قال: نعم. فهو سأله عن الفجر فأجاب نعم. فإنه إنما سأل عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه. وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان كما قال البراء بن عازب: ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات، لأنه كان يطيل القراءة في الفجر ما لا يطيله في باقي الصلوات. نعم. ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوت منه بلا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. لكن أي معنى من القنوت؟ دعاء التمجيد والثناء بعد الرفع من الركوع. نعم. إذن من أين جاء الخطأ في فهم الرواية مما سيذكره؟ ولما صار القنوت، قال: ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا. وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك. يعني نشأ من لا يعرف من لفظة قنوت إلا دعاء اللهم اهدنا في من هديت، فلما رآها في الأحاديث مباشرة قال: هو هذا الدعاء، يقنت في الفجر ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، يظنه دعاء القنوت في الوتر خاصة. نعم. قال: ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. طيب، وبقي في تتمة الفصل مما نرجئه إن شاء الله تعالى لاحقا في الحديث عن دعاء قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وكيف ثبت في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم علمه سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه، وما يتعلق أيضا بمرويات بقية الصحابة. وبه تم مجلس الليلة بفضل الله وتوفيقه، سائلين الله الهدى والرشاد والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، مستكثرين في جمعتنا ليلتها ويومها من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طابت بأحمد أفواه وأفئدة صلت عليه، كأن العين تلقاه هذا النبي الذي يشتاق رؤيتنا، ويشهد الله كم نشتاق رؤياه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يسر للحجيج حجهم، وتقبل منهم نسكهم يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.